السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا نجم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. مكان ترونو الجزائر، زبائنها في الجزائر المواطنين لإمكانية شراء السيارات لديها بالتقسيط من العروض التي تكشف عنها عبر موقعها الرسمي. ومنذ أن قامت السلطات في الجزائر بالإعلان عن فتح استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وكذا توطين صناعة سيارات فيات في الجزائر، قامت عدة علامات للسيارات بتقديم عروضها وملفاتها من أجل تسويق سياراتها في الجزائر، فيما لجأت رونو لاستئناف نشاطها على مستوى مصنع وهران، وستكون هي الأخرى معنية بدفتر الشروط الجديد للتركيب. كيفية شراء سيارة رونو الجديدة بالتقسيط؟ وبالنسبة لكيفية شراء سيارة رونو الجزائر، نوضح هذه الأمثلة البسيطة ليتضح الفهم بالمثال. بخصوص التفاصيل حول الدفعة الأولى وقيمة الدفع الشهري، فإنها تختلف حسب أجر الزبون والذي يتم تحديده بقيمة 40,000 دينار جزائري كحد أدنى. إليكم بعض الأمثلة التقريبية. سيارة رونو سامبول إكستريم بمحرك 1.6 MPE بقوة 80 حصان. المثل الأول، نأخذ الأجر الأدنى الذي يساوي 40,000 دينار. ستكون الدفعة الأولى 1,930,000 دينار مع دفع شهري بقيمة 12,000 دينار جزائري لمدة 5 سنوات. المثال الثاني، نأخذ الأجر يساوي 60,000 دينار. ستكون الدفعة الأولى 1,670,000 مع دفع شهري بقيمة 18,000 دينار لمدة 5 سنوات. المثال الثالث، نأخذ الأجر يساوي 80,000 دينار. ستكون الدفعة 1,410,000 دينار مع دفع شهري بقيمة 24,000 دينار لمدة 5 سنوات. المثال الرابع، نأخذ الأجر يساوي 100,000 دينار. ستكون الدفعة الأولى 1,160,000 دينار مع دفع شهري بقيمة 30,000 دينار لمدة 5 سنوات. سيارة رونو سامبول، البنوك المانحة لقروض السيارات رونو في الجزائر. عدة بنوك في الجزائر توافق على إمكانية تمويل شراء سيارات مركبة في الجزائر بالتقسيط الحلال، منها بنك بي ام بي وبنك السلام والبركة وغيرها، خاصة مع عودة مصنع رونو بوهران لتركيب سيارات، لا سيما وأن البنوك ملزمة بتمويل السيارات المركبة في الجزائر فقط بهدف تشجيع استهلاك المنتوج المحلي، كما أنه من بين السيارات التي ستكون متوفرة للبيع بالتقسيط الحلال وبكميات محدودة جدا سيارة رونو سامبول بنسخة إكستريم بمحرك 1.5 DCI قوة 85 حصان أو بمحرك 1.6 MPE بقوة 86 حصان. وتأتي هذه النسخة بشاشة وسطية ميديانوف إيفوليسيون بقياس 7 إنش، مكيفة وأوتوماتيكي، حساسات خلفية، عجلة قيادة من الجلد، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، أضواء أمامية LED وغيرها من المواصفات التقنية. الوثائق التي يجب تقديمها للمقترض والمشارك في القرض: النسخة الأصلية زائد نسخة من بطاقة هويتك الوطنية ورخصة قيادتك البيومترية السارية. النسخة الأصلية زائد نسخة من بطاقة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناص أو بطاقة سيماس للعسكريين. شهادة ميلاد رقم 12 سارية المفعول أقل من سنة. شهادة إقامة لا تقل عن 3 أشهر. شهادة عائلية للمتزوجين أو شهادة فردية للعزاب، كشف حساب عن 3 أشهر الأخيرة. شهادة عمل النسخة الأصلية زائد نسخة من كشف رواتب 3 أشهر الأخيرة، كشف عن المخصصات المالية. النسخة الأصلية زائد نسخة من إشعار تخصيص راتب التقاعد وشهادة كشف راتب سيماس إذا كنت متقاعد. فيما يخص أجل دراسة الملفات، فتقدر بـ20 إلى 30 يوم لتسلم السيارات بعد 10 أيام من تسديد الدفعة الأولى. ما تنساوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا النجام الله فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله.